السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليومي، برنامج طلال جيمر. زي فراس جيمر، زي مو حلو؟ شكرا شكرا مرة على الدعم في الفيديو اللي فات، أنتم قاعدين تصفقوني كفوف، فأنا قلت خلاص، أول قلت لكم مليون فأنزل لكم لعبة وبف وصلنا 2 مليون لسه ما نزلت شيء، فقلنا نبدأ بلعبة رعب، أنا الحين المفروض إني أنام، بس إنه أنا ما ناميت، وبلعب الحين سلندر مان ذا رايفر. أدري ماني لابس أسكاب اليوم بس قلتها في بنات يتابعوني ويحبون شعري الجميل نديهم انا اديكم اللي تبغوه. لا امزح والله، بس كذا حبيت كذا متروش هذا، فقلت عيب انا لازم اوريهم جمال شعري وجمالي اللي هنا. حبك فديتك اه يا قلبي اه اه. قبل ما نبدا هذا الفيديو لا تسوي لايك واشتراك وتفعل زر التنبيه اهم من الفنطل ذا سلندر، وجهه سادة كذا كأنه يد لابسه قفاز. بتخوفني الحين، وريني وش عندك. نقول بسم الله، نسوي كذا بالله. رعب 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 رعب. الصراحة أول مرة ألعب اللعبة هذه لوحدي، في مرة لعبتها دي خمسة سكيب، في مرة لعبتها مع براون، بس إنه أنا كنت يعني بارتنر فاهم، يعني جالس معاه وكان معنا برضو ثامر، فموضوع ما يخوف. بس الحين بلعب لوحدي وأنا أتذكر إنه إيش الغشامة هذه. أنت كم أمر أنت داخل شجرة؟ الله يقربك يا شيخ. كيف أسكر الكاميرا؟ هالكاميرا تصور؟ دي كابس. لا وي واو واو والله أمزح إيش ذا طلع هنا؟ أيوه تاب. أوكي تاب، حلو 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 حلو. نبدأ نمشي. شفت تجري صح؟ شفت تجري. أها شافيتك. أنت هناك متسوس، تعال. حسبني خايف منك، تعال قرب وينه؟ وين أقرب؟ وربي لا جرجر أمك هنا في الشجر يا فنطر، أنا يسموني طلال غابة. نبدأ نكمل طريقنا، وربي يا عيال ترون اقسم بالله حيكون شكلي مرة غبي لو نخت بزورة. نبدأ انا احب امشي في هذا الشجرات، وربي قاعد يدخل بيانو مدري ايش واشياء، وربي ترى انا اخاف وقاعد تظلم الدنيا هنا. يا رب رحمتك. طيب فين اروح انا؟ وين رحنا اول؟ ما اتذكر. يمين ولا يسار؟ هنا في يمين؟ لا هنا مسكر. هنا ايوه هذا مفتاح، هذا بيت لا حجر. في جدار هنا يا عيال، وربي اني خايف من الحين اقسم بالله. الله يستر يا شيخ. ليش يمشي كذا؟ مين يجري كذا؟ والله يسد وراي يا عيال. هذا البيت؟ خش هنا؟ من فين المدخل؟ من فوق؟ ولا من فين؟ هنا في سيارة سادة الطريق. طيب في طريق، ما اتذكر انه كان في سيارة هنا. يا رب عفوك ارضاك يا رب. يا عمي وصلنا مكة، فين هذا يمشي؟ الدنيا قاعد تظلم يا عيال، وصلنا البيت. الدنيا ظلمت يا عيال. يا عيال والله انا رمة يا عيال. الله يستر يا شيخ، الله يستر. والله الدنيا مرة ظلمت، اشتا ما اشوف شيء في الشاشة انا. مطرفي لي الباب هناك مفتوح. الله يقرف وجيهكم يا شيخ. طيب نقول بسم الله. انا ما خافيت من احد. كيف افتح الباب؟ اضغط هذا. صوت يخوف. طيب حلو، الكشاف هنا طارف لي. طيب حلو يجي. ما النقا والله كنت ضايع بدونك يا صاحبي. نفتح الباب كذا. ايوه يا عيال والله جت الخربشه ذيك. ايش باللعبه ملقلقه؟ طلال عيب، بي سي دافع عليه مدري ايش هذا. في النهايه سلندر مان التعبان هذا محمله في دقيقتين يلقلق. يا شيخ الله يستر، يا شيخ الله يستر. يا اخي وربي انك بزر يا اخي، ليه ترسم وربي قشعر جسمي يا عيال؟ ظلي ليه خفت من ظلي؟ الصوت مزعج يا عيال، الصوت مزعج. ايش في هنا؟ ايش حاطين هنا؟ ايش البيت القمامة ذا؟ تخيل يطلع برا، وربي لو يطلع برا يا عيال. والله حسبه هو. وربي جسمي يا عمي مو يقشعر. ينام. ينعن. الله انك رمة يا طلال. هذا دخلته؟ لا ما دخلته. كيف افك الباب؟ ايوه.
مش هذا يا عمي والله. نحن هو حيطلع يخرج. شفت جيم بلاي اول واتوقع انه من الشباك هذا كان موجود. بالله تكفى لا تكون موجود. بليز ام بيجن يو. This door needs a key. اوكي يحتاج مفتاح. نروح ندور مفتاح. يا رب عفوك ارضاك يا رب ورب. الرسمه ذي حقيقي تخرش. نطلع الجراج. ربي صوت الشجر يا عيال قشعر. هذا يجري. اوكي نسيت انه يجري. ما في شيء هنا. مفتاح بالله مفتاح يا شباب. ينعنوا المفروض بالماوس ادفك مو تنفتح زي كذا. طيب ها نفس البيت. سوق ام على ديني انتم ولا اوكي. ينعن الله يقرف اللعبة الغبية هذه. يعني ممكن اللعبة تكون اتوقع انها طالعة انها تلقلق عندكم ف في ورقة هنا. والله اي دونت كير صراحة يا عيال. الخربشة ذي ما احبها ترى وربي. مو جوي مو جوي مو جوي. المفتاح فينه؟ طيب انا فين احصل المفتاح الحين؟ يرحم دينكم. المفتاح هنا ممكن مزبون. فين المفتاح؟ طيب هذا الجراج. هنا الجراج يا عمي. فين المفتاح؟ ربي لقفش امك لو انك برا يا رمة يا وجه القفاز. تعال يا اخي الصورة ذي تخرش. اتوقع انها فوق تصدقوا. انا ما جيت والله اني فنطن ما جيت هنا. الله غرفة حلوة ما شاء الله كيف كذا. الا جيت هنا ولا حمام ده دخلته ولا ما دخلته؟ مفتاح هنا يا عيال. الخربشة ذي وربي ما احبها. حسيت المفتاح وربي انه بيطلع لي في الغرفة. هذا اخر رمة والله. بفق جري بسرعة بسرعة. ها برا؟ ما انت برا. اوكي بسم الله. دقة البيانو ما ابغاها. فك الباب. من هنا ينشاف صح؟ يا اخي اتذكر في احد في جيم بلاي شافه من هنا. طيب ايش في هنا؟ في تو ذا وودز. تعال الغابة قصده. يعني على الغابة. على الغابة. يا عيال ترون انا العب حديد وزي كذا وتشوفوني اسطع ناس كثير برا واحتمال الطم اي واحد في الشارع. انا مره ساطي بس في الالعاب هذه وربي عيال انا مره رمه. افقع برا يا ابوي جري. طيب حصلنا الورقه الاولى. طيب انا الحين فين اقابله ابن الشاورما هذا؟ هنا في الملاهي. I remember playing on the ash with K. اتذكر انه كان يلعب مع واحدة هنا وهو صغير. يا عيال وين اروح؟ انتم ما تردوا علي انتم. المقطع هذا مو بث مباشر. يمكن هنا في ورق هنا ممكن. والله تعب ما عاد يقدر يجري الاهبل ذا. احس ممكن في شيء هنا. والله صح. اي والله ثلاثة رقم ايش هذا؟ ما ادري شو. ما في حيل اقرا. انا جاي هنا اصور مقطع يوتيوب انخ وامشي. طيب ربي الجو جيد اللعنه. طب الرمه هذا الحين لازم. جوالي هنا جت رساله وربي في صوت ورايا. عيال في صوت ورايا وربي لو في الحقيقه لو تشوفه جري في صوت ورايا. مين؟ تو ذا وودز. تعال الغابه يقول. هذا ورقه ولا ايه؟ ورقه ولا لوحه؟ لا ورقه. هذا تشارلي ماثرز الجي ار. اف يو هاف سين ذيس تشايلد بليز كونتاكت 55. والله انا ما اشوف الارقام كويس هنا بس انه هذا البريد ولا لا. هذا مكتوب ايش؟ فور سيل. هذا ما قريت. هذا المدخل. طب انا فين اقابل الرمه ذا الحين؟ انا فين اروح؟ يا عمي انا فين اروح؟ ترى ضيعت امي. انت هنا وربي لا اسوي كشت. هنا اسوي مضغوط.
يجي ولا لا؟ اه رجعت انا، لا رجعت طريق انا. يا طلع بلا فن، طلع العب زي الناس. صوت ورايا، هذا صوت الشجر ورايا، انا قاعد ينخنخني من اول. ارجع البيت طيب، في ورق ما قال لي شيء، يقول لي تو ذا وودز. انا جيتك الودز، ايش تبغى انت؟ هنا طريق، هذا مقفل، يمكن من تحت، من هنا من ورا تحت الشجر. يا منا والله يمديك تفقع يا رمة، مسوي دبة قلق ما يمديك تمشي من هنا. طب انا فين اروح؟ ايش تبغى؟ سبايدر مان وسلندر مان. هنا في الكشتة حصلوا في والله انك غبي وفنطل وحمار كمان. طلع المخرج من هنا وانا قاعد افرفر لي 6 سنوات. في شيء احمر هناك، الميوزك وقف كويس. يعني قربت من يا وربي وربي انا ما ابغى احلف مره كثير، بس اتوقع انه ورايا. انا بروح لين المكان الاحمر هذا، في نور. ايش اسوي ذا؟ ايش سويت انا؟ شغلت انوار. اوكي حلو كويس. اوكي امشي قدام الحين. طيب يا نور انا شغلتك مو عشان كذا تتملعن علي. الليل يجي ويروح، ايش هذا فله ترى. طيب انا قاعد امشي مع الطريق هنا من اول وطفشت تمام، لو انه في الحقيقه كان كربنت من جد. يا عمي ذا قاعد يجهجهني ترى. من هنا الطريق، واو شوف المكان هناك جيد. في انجن ثاني. اوكي شغل لمبات برضو عشان يوصف لي الطريق. فهمت. الله شوف كيف يا ولد الجو جيد صح. الله ايوه من هنا في الطريق. ايوه والله شغال كويس، قاعد امشي انا. صوره كويس. هذا تشارلي مثل بس بريجريجلسر مسنج مسنج هي از مسنج اف يو فايند ات بليز فايند ات اجين. اوكي في مكان هنا، ايش السالفه هذه؟ مين يمشي على عصا زي كذا؟ عندي خشب من جسمه. وربي شوف ظلي. نخيت. اوكي في انجن هنا قدام بعيد، واضح انه بيختل بالزفت ذا وبيطلع في بيت ثاني. هذا بيت؟ لا تقول لي نظام البيوت اللي يقعد يمشي وراي مو جوي. الله يستر يا شيخ، يا رب ما ادخل البيت ذا. يا رب والله شكلي بدخل. يا رب رحمتك ورضاك يا الله. اوكي طريق كمان، البيت هنا ما ادخله صح؟ ايش هذا، مقر عسكري ذا ولا ايه؟ اوكي اتوقع في صورة هنا اتوقع. ايش ذا هناك؟ والله في شيء رصبا هناك، تو ظل رصبا متأخر. خلونا مكان محروق. في ورقة هنا؟ في صوت واحدة تبكي يا عيال. وخري يا عيال ما ابغى اسوي شيء. مديني ظهره؟ رجعنا الموية المجارية، خلي اللي فيها مكفيها، كومنت لايك اشتراك الكريم اللي بديها، كل يومين فيديو فيها. تانكس ماما سيدا ما يحتاج بسوي لايك، لو تبغى تتحول شيتا.